الرئيس السيسي يتسلم درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بلغراد ويؤكد ضرورة اتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب. رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات الحكومية في البورصة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. الكرملين ينفي شائعات حول تدهور صحة بوتين ويؤكد أن إمكانية الحوار بين موسكو وكييف لا تزال مطروحة. 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وصربيا، لا سيما على صعيد حركة عدم الانحياز. وفي كلمة ألقاها أمام جامعة بلغراد، أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته في استمرار التواصل والتنسيق بين البلدين وزيادة أواصر الصداقة والتعاون بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين. إن العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وصربيا، ولا سيما على صعيد حركة عدم الانحياز، والتي ساهم الزعماء المؤسسون وغيرهم من القيادات التاريخية الوطنية الملهمة في تأسيسها بكل ما لها من قيم ومبادئ نعتز بها حتى يومنا هذا، وتشجع بلدينا على ضرورة استغلال قدراتنا وإمكانياتنا في تحقيق أهدافنا المشتركة ومواجهة تحدياتنا الإقليمية والدولية. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المجتمع الدولي ما زال يواجه العديد من التحديات التقليدية، مؤكدا دعم مصر للجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين، لا سيما في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تحديات على استقرارها وأمنها. كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر طالبت باتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب والتصدي له بكافة صوره وأشكاله. إن المجتمع الدولي ما زال يواجه أيضا العديد من التحديات التقليدية، وفي هذا السياق تدعم مصر كافة الجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين، ولا سيما في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تحديات جسيمة على استقرارها وأمنها ومساعي تقسيم الدول وهدم مؤسساتها الوطنية وإعلاء الولاءات القائمة على أسس طائفية ومذهبية على حساب مفهوم الدولة الوطنية. وطالما طالبت مصر باتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب والتصدي له بكافة صوره وأشكاله وتكثيف التعاون الدولي لمكافحته، وفي إطار دفع جهود الاستقرار بالمنطقة، تدعو مصر لتعزيز الجهود الرامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل في ظل ما يكتنف ذلك من مخاطر تهدد بقاء البشرية والسلم والأمن الدوليين. وأوضح الرئيس السيسي أن المجتمع الدولي بات يواجه تحديات جديدة على رأسها تغير المناخ. وفي هذا الإطار أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تهدف إلى أن تسهم نتائج القمة العالمية للمناخ COP27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ إلى وضع العالم على الطريق الصحيح نحو تحويل التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض. أن المجتمع الدولي بات يواجه تحديات جديدة وناشئة إضافة إلى التحديات التقليدية وعلى رأسها مسألة تغير المناخ، وبما يمثل تهديداً حقيقياً يواجه المجتمع الدولي ويتطلب تعاون جميع الدول لمراعاة شواغل بعضها البعض. وعلينا جميعاً أن ندرك أن تغير المناخ والزيادة السكانية العالمية تسرع من وتيرة الأزمة التي أصبحت تهدد العديد من مناطق العالم. ومن منطلق حرص مصر على حشد الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، ستستضيف مصر القمة العالمية للمناخ COP27 والمقرر عقدها في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، وتهدف مصر لأن تساهم نتائج القمة في وضع العالم على الطريق الصحيح نحو تحويل التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض، سواء فيما يتعلق بجهود خفض الانبعاثات
التي لا زالت لا ترقى إلى المستوى المطلوب، خاصة ما يتعلق بمراجعة وتحديث المساهمات المحددة وطنيا، أو فيما يتعلق بجهود دعم الدول النامية للتكيف مع آثار تغير المناخ، أو اتصالا بحجم تمويل المناخ المتاح. كما أكد الرئيس السيسي أن مصر اتخذت الخيار التفاوضي في تعاملاتها مع قضية المياه، ولا سيما موضوع سد النهضة الإثيوبي، استنادا إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة التي تنم عن رغبتها في تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين. وشدد الرئيس السيسي على حتمية التوصل لاتفاقية قانونية بشأن تشغيل سد النهضة. لقد اتخذت مصر الخيار التفاوضي في تعاملها مع قضية المياه، ولا سيما موضوع السد الإثيوبي، استنادا إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة والتي تنم عن رغبتنا في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا والتشارك في مواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، وتوسيع أطر التعاون وتكامل الأهداف، والسعي لإيجاد رؤية مشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل تداعيات بناء سد النهضة. وتؤمن مصر بوحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل، خاصة مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك على أساس المنفعة المتبادلة وعدم إلحاق الضرر والعمل على تحقيق المصلحة للجميع. وحرصنا في الوقت ذاته على استمرار دعم مختلف جوانب التنمية في منطقة حوض النيل، وهو ما يستلزم التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها، وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، وفي ذات الوقت يحفظ مصالح دولتي المصب مصر والسودان، وعدم إلحاق ضرر بحقوقهما المائية، وذلك من خلال حتمية بلورة اتفاقية قانونية ملزمة وشاملة بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل. وخلال كلمته أمام جامعة بلغراد، دعا الرئيس السيسي إلى تسوية الأزمة الأوكرانية سلميا. وأكد الرئيس السيسي أن ثوابت الموقف المصري من الأزمة الأوكرانية ترتكز على أهمية تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل دبلوماسي، وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك، وبما يجنب شعوب العالم الآثار السلبية للأزمة. وكما نواجه قضايانا الإقليمية، نسعى أيضاً إلى معالجة القضايا الدولية، حيث يشهد العالم منذ بداية العام الجاري عواقب استمرار الأزمة الراهنة في أوكرانيا، وترتكز ثوابت الموقف المصري من هذه الأزمة على أهمية تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع، وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك، وبما يجنب شعوب العالم الآثار السلبية للأزمة. منحت جامعة بلغراد درجة الدكتوراه الفخرية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريما لجهوده التنموية داخل مصر، وكذلك لنشر فكر وثقافة السلام والتعاون والبناء إقليميا ودوليا، وذلك في إطار زيارة الرئيس السيسي الحالية إلى العاصمة الصربية بلغراد. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن اعتزازه بهذا التكريم، معتبرا أنه ليس موجها لشخصه وإنما للشعب المصري بأكمله، كشريك أساسي في الإنجازات التي تحققت مؤخرا في مصر على العديد من الأصعدة، مشيرا إلى أن قرار منح الرئيس السيسي درجة الدكتوراه الفخرية جاء انطلاقا من دوره في قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات إلى مرحلة جديدة من التنمية والبناء. هذا وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بجبل أفالا في صربيا. جاء ذلك بصحبة وزير الدفاع الصربي. ولمزيد من المتابعة والتحليل معنا عبر الهاتف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. بعد التحية فندم، يعني زيارة هامة جدا، دلالة هذه الزيارة ورمزيتها وأيضا التوقيت التي جاءت فيه. طبعا أتفق مع حضرتك أن الزيارة كانت هامة جدا،
ويجب ان احنا يعني نضعها ايضا في اطار صحيح ونتوقف عند النقطه الخاصه بمنح دكتوراه فخريه لفخامه الرئيس، لانه ده في حد ذاته كان نوع من التكريم للدبلوماسيه المصريه والدبلوماسيه الرئاسيه اللي قادها السيد الرئيس بجداره وبرصانه خلال الفتره الاخيره او منذ تولي سيادته يعني الرئاسه، وده يمكن يكون مبنيه على قاعده هو سيادته يعني بيتبعها منذ بدايه عهده وهي فكره التكرار والسلام والتنميه. وعشان كده اعتقد ان احد الحيثيات اللي ذكرت بمناسبه الدكتوراه الفخريه كانت مبنيه على الاسس الثلاثه اللي هي بتقوم عليها الدبلوماسيه الخاصه والذي مارسها سيادته منذ توليه، واعتقد ان ده بحد ذاته بيعتبر يعني تكريم لمصر ولاسلوبها في حل المشاكل والازمات اللي تقف يعني امام سبيل التنميه في المنطقه. التوقيت ايضا مهم من ناحيه ان العالم كله الان توقف عند مشاكل عديده جدا وعابره الحدود كلها، زي الكورونا، زي تغير المناخ، زي الحرب في اوكرانيا، كل هذه المسائل بتاثر ولها تداعيات على الدول كلها. وبالتالي التحرك المصري في خلال الايام الاخيره هو تحرك مدروس وبيهدف الى من الدول تحاول انها تقف مع بعضها البعض من اجل مواجهه هذه الاخطار الخاصه او التي تتميز يعني بانها عابره للحدود، ولا تستطيع دوله بمفردها ان هي تقوم بدرء هذه الاخطار. فانا بشوف ان التحرك الدبلوماسي المصري في هذه المرحله او في هذا التوقيت تحرك مهم له اثار ايجابيه على المنطقه اللي احنا عايشين فيها اولا، ثم ايضا على مواجهه المشاكل العالميه اللي اصبحت للاسف يعني تلقي بظلال قاتمه على البشريه بالفعل. يعني بالفعل كما ذكرت هذه الزياره هامه جدا، شهدت الكثير من الفعاليات وايضا احداث هامه وتصريحات مميزه كثيره. شهدت منح جامعه بلغراد درجه الدكتوراه الفخريه لسياده الرئيس، وايضا التكريم الذي شهدناه امس. كل هذه لها الكثير من الدلالات الكثيرة على التقدير الكبير من قبل صربيا إلى مصر. تعريف ذلك ودلالة ذلك في وجهة نظرك؟ طبعا حضرتك لازم يعني نقر بأنه هناك رصيد ضخم علاقة ما بين القاهرة وبلغراد على مدى سنوات. يمكن القاهرة وبلغراد قادوا فكر معين خلال أيام الحرب الباردة. احنا الان نقدر نقول ان الظروف ايضا متشابكه، ولكنها ليست بحرب بارده ولكن يمكن حرب بالمعنى الاصيل. وبالتالي ممكن هذه او هذا التوافق المصري الصربي في المرحله الحاليه قد يكون له اثار ايجابيه ايضا على محاوله دفع العالم كله ان هو ينظر الى الحلول السلميه لحل المشاكل والبعد عن استعمال القوه في حلها، لان في النهايه البشرية كلها تتأثر بما يجري في سواء كانت في حروب أو في ظواهر جديدة عابرة للحدود. فأعتقد أنه يعني الزيارة تعيد الآن فكرة أنه ممكن الدول البعيدة عن يعني النزاع والتنافس زي الدول الكبرى أنها تستطيع أيضا أنها تخطط لنفسها سياسات خاصة بها قد تكون فيها حماية كبيرة للبشرية أو لإسباب الأمن والسلم في العالم كله. فأعتقد أنه التوافق اللي حصل في خلال الزيارة كان مهم، وفي نفس الوقت بيعطي نموذج جيد لاحتمال أن الدول يعني نقول عليها متوسطة أنها تستطيع أن هي تقف أمام هذا التنافس من الدول الكبرى، وطبعا له إطار أكثر توازن وفي منفعة للجميع. بالفعل سيادة الرئيس أمس كان له العديد من التصريحات التي تحمل دلالات كبيرة. أبرز هذه التصريحات التي لفتت فكر حضرتك ودلالتها أيضا؟ يعني هو سيادة الرئيس يمكن هنلاحظ أنه في الثلاث محطات الأخيرة كان بيخاطب العالم في موضوعات مهمة جدا. أول حاجة أنه كان بيتحدث باسم أفريقيا في المحافل الكثيرة، أيضا بينبه على خطورة أزمة السد الأثيوبي وأن مصر لها منهج معين في
التعامل مع هذه الأزمة، وأن العالم كله يجب أن يقف وراء هذا المنهج ويؤيده. فده أمر كان مهم جدا، لأن حضرتك هتلاحظي أن هو ذكرها في ثلاث دول حتى الآن سيرته بالنسبة للسد الأثيوبي. أيضا التأكيد على موضوع محورية القضية الفلسطينية وأهميتها، وأن يجب يكون هناك حل عادل لها. فده أيضا أمر أعتقد أن هو كان يعني محور أحاديث سيرته في الفترة الأخيرة في الثلاث محطات اللي تمت. أيضا الدعوة للتواجد في قمة المناخ القادمة في نوفمبر، وأن يكون في مش مجرد حضور ولكن يكون في التزام وخطط إيجابية تستطيع الدول أنها تنفذها من أجل يعني وقف تدهور المناخ في العالم اللي بيأثر على البشرية كلها. فيمكن دي محاور كانت مهمة وكانت بتؤكد من سيادته بأسلوب في قدر كبير جدا من الإحساس بأنه يجب أن نقف عند الحلول السلمية ويجب أن نبتعد عن النزاع والقوى المسلحة. بالفعل، وهي تمثل أيضا رؤية المصرية لبعض القضايا الدولية والإقليمية. أشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على متابعة أداء السوق المصرية وتفاعلها مع الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب التداعيات السلبية للأزمات العالمية الراهنة. وخلال اجتماع لمتابعة برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، أكد مدبولي أن الحكومة تهدف لاتخاذ الخطوات المناسبة لتفعيل البرنامج وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، مشيرا إلى ما توليه الحكومة من أهمية خاصة لتعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها وتحسين بيئة التداول. وخلال الاجتماع تم عرض دور صندوق مصر السيادي لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك من خلال عدد من المحاور تتمثل في طرح بعض الحصص المملوكة للدولة في الشركات المقيدة في البورصة المصرية.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على التوسع في إقامة وتنفيذ العديد من المشروعات للنقل الحديث أو للنقل الحديث والصديقة للبيئة، مشيرا إلى دور مثل هذه المشروعات في ربط وتسهيل حركة التنقل للمواطنين والبضائع بين مختلف مناطق الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده لمتابعة موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في القطاع أو في قطاع النقل، حيث أشار مدبولي إلى أن اللقاء يأتي في إطار المتابعة المستمرة لموقف مشروعات النقل ومتابعة الخطوات الخاصة بتمويل مراحل تنفيذها. تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وللقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى 70 لثورة 23 من يوليو المجيدة. وأكد الأزهر الشريف أن ثورة يوليو المجيدة هي نقطة فاصلة في تاريخ المصريين، فقد أعادت لوطننا العزة والحرية والكرامة، وأعادت ثرواتنا ومقدراتنا، ومهدت لتكوين جيش مصري قوي من أبنائه يدافع عن أرضه وحقوقه. ودعا الأزهر الشريف أبناء الوطن إلى مواصلة العمل بجد ومثابرة واجتهاد بما يحقق لمصر الرفعة والتقدم، ومواصلة التلاحم والتكاتف والوقوف صفا واحدا خلف القيادة الرشيدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعبور بمصر إلى النهضة والازدهار. تقدم مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور شوقي علام بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو لعام 1952 المجيدة. وفي بيان قال مفتي الجمهورية إن ثورة 23 من يوليو المجيدة سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب وقواته المسلحة الأبية الباسلة، حتى تحققت أهداف الثورة التي ستبقى عالقة في أذهان المصريين، موضحا أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن وحصنه الذي قدم ولا يزال يقدم العديد من التضحيات والفداء من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري. كما هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا توادروس الثاني الشعب المصري والرئيس السيسي وكافة القوى الوطنية بالذكرى 70 لثورة 23 من يوليو. وأضافت الكنيسة أن ثورة يوليو كانت الباب ليحكم المصريون أنفسهم وتتخلص البلاد من الاستعمار، موضحة الدور الوطني التاريخي للجيش المصري الذي يقف دائما حارسا لحراك الشعب من أجل حماية مقدراته. كما بعث القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو. وخلال البرقية أكد الفريق أول محمد زكي أن ثورة يوليو المجيدة كانت وستظل إنجازا وطنيا مضيئا حمل لوائها طلائع القوات المسلحة وانحاز لها جموع الشعب المصري العظيم للخلاص من الاستعمار وتبعاته وبناء دولة قوية تنعم بالحرية والريادة والتطور، مضيفا أن الأمة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي الحكيمة ترسخ اليوم مرحلة جديدة من الإنجازات الطموحة في مسيرة البناء والإصلاح، وتجسد إرادتها الحرة بطاقات للنابغين والمبدعين من أبنائها ورجال جيشها المخلصين لتغيير ملامح الحياة على أرض مصر وبناء جمهورية جديدة تليق بتطلعات المصريين وآمالهم نحو التقدم والازدهار. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. هذا وأصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيها لتهنئة قادة وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.
كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها لتهنئة قادة وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة. بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة، وأكد وزير الداخلية خلال البرقية أن الاحتفاء بهذه الثورة المجيدة إنما يجسد مسيرة العطاء والوفاء لإعلاء القيم الشامخة والمبادئ الراسخة في ضمير ويقين الأجيال. كما بعث وزير الداخلية ببرقيات تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ولرئيس مجلس الوزراء، وللفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولرئيس أركان حرب القوات المسلحة. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 429 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 50 طن. ففي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 28 طنا، كما تم ضبط أكثر من 21 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 618 قضية، من بينها 163 قضية خبز ناقص الوزن و116 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 53 طن أقمح محلية. أدانت مصر وبأشد العبارات الهجوم الذي استهدف أحد المنتجعات السياحية في محافظة دهوك بكردستان العراق، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء المدنيين العراقيين. وفي بيان لوزارة الخارجية شددت مصر على ضرورة احترام ثوابت ومقررات القانون الدولي ذات الصلة بحماية المدنيين، وأكدت على دعمها الكامل لسيادة العراق على أراضيه ومساندتها لما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات لحفظ أمن واستقرار البلاد ومقدرات الشعب العراقي الشقيق، معربة عن خالص التعازي لذوي الضحايا الأبرياء والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين كافة. أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم الغاشم الذي استهدف منتجعا سياحيا بمدينة دهوك العراقية، وأكدت الجامعة إدانتها على أي تعد أو انتهاك لسيادة العراق وأي من الدول العربية، ورفضها تنفيذ عمليات عسكرية داخل أراضي الدول العربية تحت أي ذريعة. أدان البرلمان العربي الهجوم الغاشم على محافظة دهوك بالعراق، مؤكدا أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والأعراف الدولية وانتهاكا سافرا لسيادة العراق ولمبادئ وقواعد حسن الجوار. وشدد البرلمان العربي على تضامنه ودعمه الكامل لجمهورية العراق في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مواطنيها وأراضيها والدفاع عن سيادتها، مطالبا بالتوقف عن هذه الأعمال العدائية واحترام سيادة جمهورية العراق على كامل أراضيها والالتزام بمبدأ حسن الجوار. وفي تطورات الأزمة الأوكرانية أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف أكد أن إمكانية الحوار بين موسكو وكييف موجودة. وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف لم يتحدثا عن إغلاق لهذا الباب في الملف، منوها إلى أن سلطات كييف رفضت تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجانبين. وقال بيسكوف إن النتيجة النهائية للمفاوضات تعتمد على رغبة الأطراف في الوفاء بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، مشيرا إلى أن سلطات كييف ليس لديها مثل هذه الرغبة.
أكد كريملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصحة جيدة، نافيا شائعات حول معاناته من مشاكل صحية. وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن هناك تكهنات تدور في الغرب. وذلك بشأن صحة الرئيس في الأشهر الأخيرة، لكن التقارير التي تفيد بأنه مريض ما هي إلا تقارير زائفة. وفي سياق متصل قال بيسكوف إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب عملياتها في أوكرانيا لن تؤدي إلى تغيير موقفها. قالت وزيرة الخارجية البريطانية لستراس إنها لا تدعم التدخل المباشر للقوات البريطانية في أوكرانيا. وأكدت لستراس إن بلادها تبذل قصارى جهدها لدعم أوكرانيا، مشيرة إلى أن بريطانيا قادت التحالف الدولي بشأن إرسال أسلحة لأوكرانيا إلى جانب فرضها عقوبات على روسيا. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن جولة وزير الخارجية سيرجي لافروف الإفريقية التي يزور خلالها 4 دول إفريقية في مقدمتها مصر ستبدأ في 24 من يوليو الجاري وتستمر 5 أيام. وقالت زاخاروفا إن جولة لافروف ستشتمل أيضا على إثيوبيا وأوغندا والكونغو. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن مصر الشريك الاقتصادي الأول لبلاده في القارة الإفريقية بما يقارب 5 مليارات دولار. قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن القوات الروسية تقترب من ثاني أكبر محطة كهرباء في أوكرانيا على بعد 50 كيلومترا شمال شرق دونيسك. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تعطي الأولوية للسيطرة على البنية التحتية الحيوية مثل محطات الطاقة، وأضافت أن موسكو تحاول اختراق هذه المحطة كجزء من جهودها لاستعادة الزخم في تقدمها نحو مدينتي كراماتوسك وسلوفيكيا الرئيسيتين. انتقلت الولايات المتحدة و17 من حلفائها حول العالم في مقدمتهم الاتحاد الأوروبي على تنويع سلاسل التوريد العالمية وتحسينها، وذلك خلال اجتماع عقد وغابت عنه الصين. وفي ختام اجتماع برئاسة وزيري الخارجية والتجارة الأمريكيين أنتوني بلينكين وجينا ريموندو صدر بيان مشترك. أوضح المشاركون التزامهم سياسيا بالعمل سويا لمواجهة اختلالات سلسلة التوريد على المدى القصير. وأضاف البيان أن الهدف هو التعاون لتعزيز متانة سلسلة التوريد على المدى الطويل من خلال دعم الشفافية والتنويع والسلامة والاستدامة عبر الالتزام بمعايير بيئية ومعايير عمل عالية بما في ذلك منع العملة القصرية. استؤنف تشغيل أنبوب غاز نورد ستريم الذي يربط بين روسيا وألمانيا بعد أعمال صيانة. وقال متحدث باسم مجموعة نورد ستريم قال إن الكميات التي يتم ضخها حاليا هي الكميات نفسها التي كان يتم ضخها تقريبا قبل بدء أعمال الصيانة، وتبلغ 67 مليون متر مكعب يوميا بما يعادل نحو 40% من الطاقة التشغيلية للخط. أطلقت مفوضية الاتحاد الأوروبي مبادرة عاجلة لترشيد استهلاك الغاز الطبيعي قبل حلول فصل الشتاء. وطرحت المفوضية مبادرة عاجلة لخفض الاعتماد على الغاز الطبيعي للأغراض الصناعية والاستهلاكية للأوروبيين، وذلك في خطوة قال عنها المراقبون إنها تستبق فصل الشتاء القادم الذي يتعاظم فيه الاعتماد للأوروبيين على الغاز للتدفئة الذي كانت روسيا أكبر مصدر له للأسواق الأوروبية
قبل قرار فرض العقوبات الأوروبية عليها. هذا وحملت المبادرة الأوروبية عنوان ادخار الغاز من أجل شتاء آمن، ودعت الأوروبيين إلى تقليص استهلاكهم للغاز بنسبة 15% اعتبارا من مطلع أغسطس القادم. خفض البنك المركزي الأوكراني قيمة العملة الوطنية بنسبة 25% مقابل الدولار بسبب تداعيات العمليات العسكرية الروسية على اقتصاد البلاد. وأكد البنك المركزي الأوكراني أن هذا الإجراء سيعزز القدرة التنافسية للمنتجين الأوكران وسيدعم استقرار الاقتصاد الوطني في ظل ظروف العمليات العسكرية على البلاد. تسارع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 8.1% في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ يناير لعام 1983، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار البنزين بحسب ما ذكرته هيئة الإحصاء الكندية. يواجه الاقتصاد الكندي الذي يحتل المرتبة التاسعة ضمن قائمة أكبر الاقتصادات العالمية أسرع زيادة سنوية في تكلفة المعيشة منذ 39 عاما. وبحسب هيئة الإحصاء الكندية، فقد قفز معدل التضخم في كندا خلال يونيو الماضي إلى 8.1%، وكان سعر الوقود أكبر مساهم في ارتفاع المعدل الإجمالي، حيث ارتفعت أسعار بنزين السيارات بنسبة 54.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وأوضحت الهيئة أن أسعار المواد الغذائية تظل المصدر الرئيس للتضخم هذا العام، حيث ارتفعت بنسبة 8.8%. وأشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى ارتفاع أسعار الإقامة بنحو 50% في جميع أنحاء البلاد مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت تكلفة النقل الجوي بنسبة 6.4%. ويخشى مسؤول السياسة النقدية من أن يؤدي التضخم المستمر إلى خلق حلقة مفرغة من ارتفاع الأجور وزيادة الأسعار، مما يجعل من الصعب السيطرة على التضخم. وتوقع رويال بانك أوف كندا أن تتجه البلاد نحو الركود خلال العام القادم، لكنه لن يدوم طويلا ولن يكون شديدا مثل فترات ركود سابقة. وقد ذكر اقتصاديون في البنك أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وارتفاع أسعار الفائدة ونقص العمالة المستمر ستدفع جميعها الاقتصاد الكندي إلى الانكماش العام المقبل. أظهرت بيانات حكومية أن اليابان سجلت أكبر عجز تجاري نصف سنوي، والذي بلغ 57 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد وسط ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الين أمام الدولار. وأكدت المالية اليابانية أن الواردات قفزت بنسبة 37.9% في النصف الأول على أساس سنوي لتصل إلى 53.9 تريليون ين على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام والفحم بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. نجدد تحية على حضراتكم. أعلنت الرئاسة الإيطالية أن رئيس الوزراء ماريو دراجي قدم استقالته من منصبه. وطلب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا من دراجي تولي مهام تصريف أعمال الحكومة، حيث كان رئيس الوزراء الإيطالي قد أبلغ البرلمان أنه سيجتمع مع الرئيس ماتريلا لإطلاعه على نواياه بعد سحب 3 أحزاب في الحكومة الائتلافية دعمها لحكومة دراجي. أدى رانيل ويكريميسينجا اليمين الدستورية رئيسا جديدا لسريلانكا ليصبح ثامن رئيس للبلاد. هذا ويواجه ويكريميسينجا المهمة الصعبة، وهي إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية الأسوأ منذ عقود واستعادة النظام بعد الاحتجاجات الجماهيرية التي أطاحت بسلفه غوتابايا راجابكسا. وأدى ويكريميسينجا الذي انتخبه البرلمان اليمين أمام رئيس المحكمة العليا في مجمع البرلمان وسط حراسة مشددة.
توصلت حكومة بنما وزعمائها للسكان الأصليين إلى اتفاق بموجبه يخلي متظاهرون جزءا من طريق سريع بين الأمريكيين مقابل خفض أسعار الوقود، ويطالب المحتجون بالحد من الإنفاق العام باستثناء الاستثمارات الجديدة في الصحة والتعليم فضلا عن مكافحة الفساد. يواجه العالم العديد من الأزمات، وأهمها أزمة الطاقة والغذاء، مما يشكل أكبر خطر على العالم بأكمله. وفي بنما ارتفع معدل التضخم إلى 5.2% منذ بداية العام الحالي، رغم أن بنما كانت من الدول ذات الدخل المرتفع ومستويات التضخم المنخفضة. هذا ويعتمد اقتصاد بنما بشكل أساسي على الصناعات الخدمية التي تمثل ما يقرب من 80% من ناتجها الإجمالي المحلي. وعلى الرغم من ذلك، ومع ارتفاع معدل التضخم في بنما بفعل كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فقد خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع للاحتجاج على إخفاق الحكومة في كبح ارتفاع تكاليف المعيشة. وقد أغلق المتظاهرون طرقاً ومنعوا الشاحنات من توصيل المواد الغذائية، ويطالبون بالحد من الإنفاق العام باستثناء الاستثمارات الجديدة في الصحة والتعليم فضلاً عن مكافحة الفساد. وقد طبقت الحكومة إجراءات تقشفية وجمدت أسعار البنزين والديزل في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع المحتجين منذ بداية المظاهرات، لكن دون جدوى حتى الآن. يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن التحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال الأيام المقبلة، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البلدين بسبب تايوان والتجارة. تأتي مكالمة بايدن مع نظيره الصيني في ظل التوتر المستمر حول وضع تايوان، وفي وقت تدرس فيه إدارة الرئيس الأمريكي خفضا حادا للتعريفات الجمركية على السلع المستوردة من الصين للمساعدة في تقليل ضغوط التضخم على المستهلكين الأمريكيين. أعلنت سلطات إدارة الطوارئ الصينية إن إعساراً ضرب مقاطعة شرقي الصين، ما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة 25 آخرين. وفي بيان أفادت السلطات أن الإعصار اجتاح 11 قرية، وبحسب تحقيق أولي فقد تأثر أكثر من 2200 قروي بالكارثة، حيث تضرر ما يزيد عن 640 منزلاً وحوالي 250 هكتار من الحقول الزراعية. وأشارت إلى أن عناصر الإنقاذ هرعوا سريعاً إلى مواقع الحادث، حيث يتلقى المصابون العلاج حالياً، وتتواصل أعمال الإغاثة في المناطق المتضررة. أعلنت البرتغال عن وفاة 1063 شخصاً في البلاد بسبب موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب أوروبا. وقالت كبيرة مسؤولي الصحة في البرتغال غراسا فيرتاس، قالت إن لشبونة من بين إحدى مناطق العالم التي يمكن أن تكون أكثر تأثراً بالحرارة الشديدة، مضيفة أنه يتعين على البرتغاليين أن يكونوا مستعدين لفترات من درجات الحرارة المرتفعة. هذا وتجاوزت درجات الحرارة في المناطق التي يضربها الجفاف في البرتغال 40 درجة مئوية الأسبوع الماضي. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم إنه يجب على العالم الاستعداد لمتحورات جديدة من كورونا مع ارتفاع حالات الإصابة. جاء ذلك في الوقت الذي تسببت فيه سلالتين جديدتين من متحوري أوميكرون في عودة الإصابات بكورونا إلى الارتفاع بوتيرة سريعة حول العالم، وظهرت سلالتان للأوميكرون الجديدتان في جنوب أفريقيا، وربما تصبحان في وقت قصير أكثر انتشارا في أوروبا والولايات المتحدة بحسب توقعات خبراء. أعلنت حاكمة العاصمة اليابانية طوكيو أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ مستوى قياسيا عند 31,878 إصابة، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في فبراير الماضي. وأشارت حاكمة العاصمة اليابانية طوكيو إلى أنه لا يزال عدد الحالات الخطيرة والوفيات منخفضا، لكن المسؤولين حذروا من ارتفاعها.
عقد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع قناطر ديروت الجديدة. وأكد وزير الري أن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروت الجديدة يهدف لتحسين عملية الري في 5 محافظات هي أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة، وذلك لتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات 5. في ضوء جهود الدولة لتوفير الاعتمادات الموجهة لتطوير الخدمات والارتقاء بها وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل حياة المواطنين، أعلن وزير التنمية المحلية تخصيص نحو 17.5 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات في خطة عام 2022-2023، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات. وأكد وزير التنمية المحلية أن المشروعات المنفذة التي استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين وتحسين خدمة الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين. وقع محافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات بروتوكول تعاون، وذلك بشأن توفير برامج تأهيل وتشغيل شباب الخريجين. وأكد محافظ القاهرة أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بالارتقاء بقدرات الشباب وبتأهيلهم لسوق العمل وتمكين الشباب من تنمية مهاراتهم بصورة احترافية وخلق كوادر شبابية بما يتفق مع رؤية مصر 2030. جهود دؤوبة تقوم بها الدولة المصرية للحفاظ على تراثها ومقتنياتها التاريخية وتعظيم الاستفادة منها، يأتي ذلك ترسيخا للهوية المصرية وربط ماضيها بحاضرها استشرافا للمستقبل. ومن هذا المنطلق يأتي تطوير متحف البريد. للمزيد نتابع التقرير التالي. في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأصول والممتلكات الثقافية، يأتي تطوير متحف البريد المصري من أجل إحياء التراث والحفاظ عليه وتجسيد ثقافة الماضي بصورة مرئية ضمن فعاليات افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. متحف البريد بيوثق تاريخ البريد وبيظهر الحقبة الزمنية الجميلة في الثلاثينات والأربعينات، وتوثيق المقتنيات نفسها بتوريك التغيير اللي حصل في شكل الحياة عامة قبل التكنولوجيا اللي حصلت من النت أو العولمة أو التحول الرقمي اللي احنا بنعيشه دلوقتي. عملية تطوير المتحف تمت باستخدام التقنيات الحديثة والاستعانة بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات ليظهر المتحف بشكل تعليمي متكامل يضم عدة قاعات ما بين المكتبة التاريخية والترميم والمعارض. متحف البريد المصري هو بيوثق تاريخ البريد على مر العصور. المتحف تم افتتاحه سنة 1940 في عهد الملك فاروق. المتحف بيوثق أول طابع بريد تم إصداره من سنة 1866. طبعا احنا كنا محتاجين ان احنا نعمل مزج ما بين التاريخ والحداثة، فلازم ده كان يتم من خلال استخدام التكنولوجي، وعلشان كمان نقدر نعمل جذب للنشأ الجديد انهم يبتدوا يعرفوا تاريخ البريد وينضمهم لمحبي هواة جمع الطوابع. يزخر البريد المصري بتاريخ عريق ومستقبل واعد بتأهيل المبنى لما يحتويه من كنوز نادرة تعود لنحو 150 عام ومقتنيات تاريخية ذات قيمة أثرية متميزة ورفيعة. رامي محمد، التلفزيون المصري. و
وفي حياة كريمة، أكد منسق القوافل الطبية بالبحر الأحمر وسيم إدوارد انطلاق القافلة بالوحدة الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة الطبية، مشيرا إلى أن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 139 حالة بمختلف التخصصات الطبية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة. وأشار وسيم إدوارد إلى أنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمات الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. قال محافظ المنيا أسامة القاضي إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً وضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا محمد نادي أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية كوم الحاصل بمركز مغاغة تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1477 حالة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان. ختام نشرتنا إلى عناوينها. الرئيس السيسي يتسلم درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بلغراد ويؤكد ضرورة اتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب. رئيس الوزراء يتابع برنامج أطروحات الحكومية في البورصة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. الكرملين ينفي شائعات حول تدهور صحة بوتين ويؤكد أن إمكانية الحوار بين موسكو وكييف لا تزال مطروحة. انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. إلى اللقاء.